الفكرة. خلينا نقول الأزمة ليست مضمون حوار السيسي مع السي بي سي كما توقع الجميع. مصدر بيكشف العربي بوست سر طلب القاهرة عدم بس المقابلة. الرئيس شكله طالع مش حلو، خليهم ما يزعوش. بهذه الكلمات تحديدا أخطر اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية المقرب من السيسي ياسر رضا سفير مصر في أمريكا للتقدم بإخطار لقناة لقناة سي بي اس. أصل يعني أنا بضحك لسبب، يعني حضرتك جاني ضيف وبعدين طلع شعره منكوش، أو جاتني ضيفة مكياجها مش مظبوط، أو الضيف طول الحوار الجرافتة بتاعته واخدة زاوية، وبعدين يجي بعد ما سجل الحوار يقول معلش يا محمد شيل الحوار ده خلاص مش عايزه. قال ليه عندك في حاجة يعني؟ لا أصل أنا طالع مش شكلي مش حلو، خاسس كده بالجزمة، دي فلوس، ده وقت. أنت بتكلم إيه؟ بتاع معيز؟ ده وقت، ده الناس دي بتتحاسب بالساعة، الناس دي بتتحاسب بالساعة زي ما الصحف الكبار كده بيتحاسب بالكلمة، الناس دي بتتحاسب بالساعة عادتها. يا صلاة النبي، بيل سكوت مش هيقبض الحلقة؟ البروديوسر الجميلة دي مش هتقبض؟ العمال والحاجات يعني كل دول راحوا بقى الحلقة يا جماعة مش هنقبضوا. ليه يا جماعة؟ أصل السيسي طلع وحش. يا راجل بطل عبط، يا راجل بطل هبل، ما تزعوش الحلقة. ليه؟ أصل السيسي طلع شكله مش حلو، خاسس شوية. والله يا جماعة بجد، انتوا بجد بني ادمين؟ انتوا بجد بتتكلموا جد؟ انا يجي ضيف ويقول لي شيل الحلقة ان شكلي وحش؟ انا مالي ومال شكلك وحش؟ انا مالي يا راجل؟ ما قاله السيسي لم يكن مشكلة. واضاف المصدر ليس صحيحا ما يقال بان مصر اعترض على اذاعة الحوار بسبب ما قاله السيسي، هذا ليس صحيحا. طيب، ولم توضح قناة سي بي سي بالتفصيل طلب السيسي أو السفير المصري، لكنها قالت أن إجابات السيسي لم تكن من نوعية الأخبار التي ترغب حكومته في عرضها. وأوضح المصدر بالرئاسة أن ما قاله السيسي بخصوص إسرائيل مكرر وقيل مرات كثيرة على لسان السيسي الخاين، يعني الذي صرح في الأمم المتحدة سلفا بحق المواطن الإسرائيلي في حياة آمنة، فضلا عن كذا أن في تعاون استخباراتي في سيناء مع إسرائيل ليس سرا. ليس ما قيل بخصوص ملف الحريات، أمال إيه؟ طيب أنتوا زعلانين ليه؟ والمعتقد ليس جديدا ولا يمثل احراجا للسيسي مطلقا، فالسيسي سبق قال نفس الكلام اثناء مؤتمر صحفي. طب ايه بقى اللي مزعلكم؟ ها؟ واوضح المصدر ان الازمه تمثلت هنا في شكل السيسي، ما عجبوش شكله في الحوار بعدما اطلع على مقتطفات منه عقب انتهاء التصوير. انت فاكرهم بيشتغلوا عندك؟ انت فاكر بيل سكوت ده بيشتغل عندك في عند اسمه ايه ده برزنتيشن دي ولا شركه اسمها ايه الثانيه بتاع اللي ماسكه الاعلام؟ فاكره بيشتغل مذيع في السي بي سي المصريه جنب لميس؟ فاكر انت لما تزعل وتقول لهم اصل معلش شكلي كان وحش قوي يا جماعه، معلش شيل الحوار ده خالص؟ مستحيل، احنا مستحيل يا جماعه، مستحيل مستحيل. الراجل ده بيفتكر انه زي ما سيطر على ابراهيم عيسى ولميس وسامة كمال وكل هؤلاء الكلاب، فاكر انه يقدر يسيطر على شبكه كبيره جدا في برنامج عمره 50 سنة مع مذيع خبرة زي ده ويقول له معلش أصل أنا شكلي كان وحش.